أمير المؤمنين قتل مرحب. اليهود فروا إلى حصنهم، فروا إلى حصنهم، يبدو أن الأمير أيضا عبر على الجسور، على جسورهم، أو أنه قفز الخندق، لأن قطعا اليهود لما رجعوا فارين إلى داخل الحصن وأغلقوا الأبواب، أغلقوا هذا الباب الكبير، لابد أنهم عبروا على تلك الجسور المؤقتة. فإما يكون الأمير قد عبر على هذه الجسور أيضا، وذلك مستبعد، لأن المسلمين لما جاءوا إلى الخندق ما وجدوا جسرا، فلابد أنه قد قفز الخندق ووصل إلى الحصن. فهم أغلقوا الباب، والباب كما مذكور فقط كان يغلق هذا الباب أكثر من 10 رجال أو 20 رجل. الباب يغلق بسهولة حتى لو كان كبيرا، باعتبار أنه قد رتب بآلية وبتقنية يتحرك رغم أن وزنه في غاية الثقل، ولكن كم كان هذا الباب ثقيلا بحيث حينما يريدون أن يغلقوه يحتاجون إلى هذا العدد الكثير من الرجال. الأمير صلوات الله وسلامه عليه قلعه بيده اليسرى، وإن كنا نعتقد في رواياتنا كلتا يديه يمين، صاحب هذا الأمر يعني الإمام المعصوم كلتا يديه يمين. حين أكل الإمام السجاد بيده اليسرى وسأله السائل: يا ابن رسول الله، أليست السنة أن يكون الأكل باليمين؟ قال صاحب هذا الأمر يعني الإمام: كلتا يديه يمين. ولكن هكذا جاء في التأريخ، لأن السيف كان بيده اليمنى فقلع الباب بيده اليسرى فجعلها درقة. درقة هذه القطعة الحديدية المربعة المدورة المثلثة التي يحملها المقاتلون يتدرعون بها، يواجهون بها ضربات السيوف والرماح، يبعدون ضربات السيوف والرماح عن وجوههم عن أبدانهم. فتدرق بالباب، جعله درقة. اليهود رعبوا من هذه العملية، يعني هذا الرجل حمل هذا الباب فجعله درقة فرعبوا. حين قلع الباب الحصن كان سميكا جدا وكان عاليا، أمراء اليهود أين كانوا يجلسون؟ ينظرون إلى ساحة المعركة، هم وعوائلهم كانوا يجلسون على أعلى الحصن. لذا صفية بنت حي بن أخطب وهي من علية القوم، من العائلة الحاكمة المالكة، لما جيء بها إلى النبي وكان هناك شج جراحة في وجهها، فسألها النبي عن ذلك، فقالت: لما جاء علي وقلع الباب الحصن بكله اهتز، فكنت جالسة على سريري على الكرسي فوقعت، فأصابني الكرسي حين وقعت في هذا المكان من وجهي فشج وجهي. فعلية القوم أين؟ الأمراء كانوا على الحصن، الإمام قلع الباب جعله درقة، المسلمون في الجانب الثاني، اليهود الآن هذه الجموع الكثيرة من اليهود ومن قريش، هذه الآلاف المؤلفة فرت، فدخل الإمام إلى داخل المدينة فتحها بالكامل، سيطر على المدينة بالكامل لوحده صلوات الله وسلامه، لم يكن معه أحد. ومتى كان مع علي أحد؟ لم يكن معه أحد، فتح المدينة بالكامل، فتح الحصون بالكامل. ماذا صنع بعد ذلك؟ رجع. المسلمون يريدون أن يعبروا إلى داخل الحصن، المكان كان واسع الذي وقف عنده المسلمون من الحصن، ولا زال هذا الباب بيده، فمده جسرا فأعوس، يعني المسافة كانت عريضة لهذا الخندق، فأعوس. فماذا صنع؟ في بعض الروايات فمد يده، يعني أكمل الحصن، أكمل الباب، باب الحصن بذراعه، وعبر المسلمون، الراجل منهم راجل والفارس منهم فارس. لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، الحصن عالي وأراد المسلمون أن يقتحموا الحصن، فماذا صنع الأمير؟ أخذ هذا الباب ووضعه على ظهره، وصعد المسلمون على الباب بخيولهم برجالهم. لذلك إمامنا الباقر يقول: ما لقي علي من الباب حين وضعه على ظهره من الناس أكثر مما لقي من الباب، قطعا لأن جيش كامل يعبر عليه، قوات كاملة عبرت على الباب وهو على ظهره الشريف. بعد أن انتفت الحاجة من الباب قذفه، الرواية تقول: فمر الباب فوق رؤوس المسلمين، قذفه إلى مسافة بعيدة. الذين حاولوا أن يقلوا الباب 40 وأكثر ما استطاعوا أن يحركوه من على الأرض، 70 رجل استطاعوا أن يرفعوه،